Hello kids, how are you today? I'm Miss Nadia, I'm a teacher of English at Al-Fajr Primary School for boys. Today we will have a new lesson. Our lesson is Lesson 1, Unit 5, page 38. أعزائي تلاميذ الثاني الابتدائي مرحبا بكم. درسنا اليوم هو الدرس الأول في الفصل الخامس في صفحة 38. عنوان درسنا I'm wearing, أنا ألبس. Listen, look and say, أصغي. انظر وقل تي شيرت تراوزرز سكيرت شيرت دريس هات سكيت سوكس ترينرز شوز. Who you can see here in this picture? I can see Nada, Sara, Rami, Hadi. ماذا تقول ندى؟ I'm wearing a dress. أنا ألبس ثوب. أما سارة تقول I'm wearing a skirt and shirt. ألبس تنورة وقميص. رامي يقول I'm wearing blue trousers. أنا ألبس بنطلون أزرق. أما هادي فيقول I'm wearing a red t-shirt. ألبس t-shirt أحمر. أوكي، ما نوعية الأسئلة التي ممكن أن نسألها في هذا الموضوع؟ أوكي، ناخذ بعض الأسئلة. السؤال الأول What are you wearing؟ ماذا تلبس؟ الجواب راح يكون I'm wearing a shirt أو أي شيء آخر. What color is the shirt? ما لون هذا القميص؟ It's white, أبيض. Okay, السؤال الآخر. What color are the trousers? التراوزرز عاملهم معاملة الجمع لأنهما يعتبرون اثنين. They are blue. What do you like? Shoes or trainers? ماذا تحب؟ الحذاء الرياضي أم الحذاء العادي؟ تقدر تقول مثل I like shoes, I like trainers. As you like. السؤال الآخر What color do you like? أي لون تفضل أو أي لون تحب؟ مثلا الجواب راح يكون مثلا I like red, I like blue, pink. أي لون ممكن أنت تحبه. هذا لما نسأل سؤال مباشر. أما الأسئلة الغير مباشرة مثلا What Hadi is wearing? ماذا يلبس هادي؟ هادي أو إما نقول الاسم أو نستخدم ضمير الفاعل هي للمذكر المفرد. He is wearing a red shirt and black trousers. What Sarah is wearing? ماذا تلبس سارة؟ She is wearing a pink shirt and black skirt or blue skirt. تلبس قميص وردي و تنورة زرقاء. What color is Nada's dress? ما لون ثوب ندى؟ تشوفون هذه الاس هذه نسميها اس التملك، تختلف عن هذه الاس. هذه هنا is، هنا اس التملك، يعني شيء يعود لندى، شيء تملكه ندى، ثوب ندى. اوكي، it's green and red، انه اخضر واحمر. اوكي، هذا فيما يتعلق بكتاب النشاط. أما كتاب الطالب كتاب الطالب هذا طبعا اللي أخذنا المادة. أما في كتاب النشاط فراح يكون listen and match، راح تسمع كلمات وتطابقها مع لون وشكل الدرسز اللي هنا مثل الأثواب الكلوتس الملابس، وتحط يعني بيناتهم خط matching بين الشخصية وملابسها. الشخصية الأولى تقول I'm كريم I'm wearing a red t-shirt. أنا كريم وألبس red t-shirt, blue trouser, black shoes. أما الشخصية الأخرى شخصية هادي تقول Hello I'm هادي I'm wearing t-shirt. My t-shirt is yellow. طبعا هنا اللون غير واضح هو أصفر yellow. Black trousers, red socks and white shoes. أما بالنسبة لدينا تقول Hello, I'm wearing a dress. أنا ألبس ثوب.
لون الثوب the color of my dress is orange and I wear green hat وألبس قبعة خضراء. Okay, ماذا عن mom? Mom says I'm wearing blue and yellow shirt, blue skirt, and I'm wearing blue shoes. ماذا يقول dad? Dad says I'm wearing green shirt and brown trousers. Okay, بالنسبة للصفحة الأخرى trace and copy راح نطوخ حرف الـ A capital ونكتبه ونطوخ حرف الـ B capital وأيضا نكتبه هنا وهنا ونطوخ حرف الـ A small ونكتب وـ B small ونكتب ونطوخ أيضا هنا وهنا. أما بالنسبة للتمرين number 4 write the letters هنا missing letters حروف مفقودة راح نكتبها بالـ capital letter ball apple banana and bus. أوكي وهكذا أعزائي تلاميذ الثانوي الابتدائي ينتهي درسنا لهذا اليوم. Thank you and goodbye.